مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاءنا مع حضراتكم يتجدد من خلال حلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. الأهلي كالمعتاد يلجأ للطرق الشرعية للحفاظ على حقوقه وللدفاع عن أي حقوق مهدرة بسبب أي أخطاء تحكيمية أو إدارية أو تنظيمية في أي مسابقات بيشارك أو يأخذها النادي الأهلي ويشارك في مبارياتها على المستويين المحلي أو الدولي. فيما يتعلق بالمباراة الأخيرة اللي أعتقد في إجماع في الآراء على أن النادي الأهلي وفريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ظلم فيها بشكل فادح من حكم المباراة البوتسواني جوشوا بوندو في هذا اللقاء على ملعب الفريق المنافس فريق النجم الساحلي بطل تونس. طبعا كان في إجماع في الآراء أن في قرارات كانت في اتجاه واحد أو ضد فريق النادي الأهلي في هذه المباراة وأثرت على سير اللقاء وعلى مجريات اللقاء، وأن إجمالي هذه القرارات أو مجمل هذه القرارات أثر بشكل سلبي على النتيجة طبعا بالنسبة للنادي الأهلي وعلى فرص النادي الأهلي في الخروج بنتيجة عادلة تعكس المستوى اللي قدمه في هذه المباراة وحقوقه أمام المنافس اللي أيضا اجتهد ولا نتدخل طبعا في اجتهاده وأدائه خلال المباراة، ولكن نقيم هنا ما حدث. وإن كانت القرارات التحكيمية كانت موضوعية وكانت عادلة وبتدي وبتمنح الطرفين نفس الحقوق ونفس الفرص المتساوية والمتكافئة أو لا، النادي الأهلي في هذا الإطار حريص على عدم تكرار ما حدث في هذا اللقاء وعلى حفظ الحقوق وتكافؤ الفرص بالنسبة للفرق المتنافسة في دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم. في هذا الإطار بيحدد النادي الأهلي مطالبه في 4 نقاط رئيسية. طلب النادي الأهلي تطبيق تقنية الفار، حكم الفيديو المساعد في مختلف مراحل البطولات الأفريقية بدءا من الموسم الحالي، وخاصة أن هذه التقنية أصبحت من بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها، وأصبح العالم كله بيلجأ إلى تطبيق هذه التقنية في كل المنافسات القارية في مختلف قارات العالم وأقوى البطولات الكروية بين الأندية على مستوى العالم، وبطولات طبعا كأس العالم أو بطولات ولقاءات المنتخبات أهم بطولات كرة القدم على مستوى العالم على الإطلاق. بيطلب النادي الأهلي تطبيق والتأكيد على تقديم هذه التقنية وتطبيقها في كل المباريات الأفريقية في مباريات طبعا دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم. الطلب الثاني بيحدده النادي الأهلي ويقول أنه بيطلب عدم تكرار نفس أطقم التحكيم لنفس الفريق خلال المباريات المتتالية والمنافسات أو الأدوار المتتالية في نفس البطولة. النادي الأهلي بيطلب عدم تكرار تعيين نفس طاقم الحكام لذات الفرق في نفس البطولة، وكان هذا هو المطلب الثاني للنادي الأهلي حرصا أيضا على عدم تداخل المصالح وحرصا على الشفافية الكاملة والفرص المتكافئة لكل المتنافسين. ثالث طلب قدم من النادي الأهلي في هذه الشكوى الموجهة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الكاف كانت ضرورة تعيين حكام النخبة أو الحكام الأفضل في السي في أو السيرة الذاتية والخبرات السابقة في المباريات الحاسمة والمهمة والمصيرية لكل الفرق في الأدوار الحاسمة في هذه البطولة أو المباريات اللي لها تأثير كبير جدا على مشوار أي فريق بالاستمرار من عدمه في المنافسة على اللقب الأفريقي. والطلب الرابع هو تمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية الكاملة، خاصة وأن الأخطاء نفسها أو ذاتها بتتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح ودون علاج حقيقي وبحث حقيقي عن الأسباب من أجل عدم تكرار نفس الأخطاء وعدم التأثير بشكل متكرر وسلبي على مشوار أي فريق وفرصه وإهدار لجهوده عن طريق أخطاء إدارية أو تحكيمية. إن شاء الله يبقى في استجابة من الاتحاد الأفريقي، وطبعا احنا عارفين في الكواليس ان في بعض الأمور بتجري حاليا في الاتحاد الأفريقي أو الكاف في بعض الرؤى الخاصة بتطوير نظام التحكيم في الاتحاد الأفريقي أو إعادة النظر في بعض الأمور المتعلقة بلجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي. وحاليا كمان معروف طبعا في كواليس الإعلام ان هناك خلافات في الفترة الأخيرة بين رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبين رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهناك بعض المقترحات من بعض الشخصيات القيادية أو بعض الشخصيات البارزة في الاتحاد الأفريقي بتصور جديد لكيان لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي، وهذا الأمر طبعا لا يعني نادي الأهلي. نادي الأهلي معني فقط بالحفاظ على حقوقه ونفس الفرص تكون متاحة له بشكل يعني بيدي نفس الفرص المتساوية أو المتكافئة مع كل فريق بينافس النادي الأهلي في مختلف مراحل البطولة ومنافستها. هنتطرق النهارده من خلال فقرة الحوار إلى جدول المباريات اللي أعلن بالفعل موعد مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري، وطبعا ده وفقا لما أعلنته إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. أعلنت عن موعد جدول مباريات الدوري الممتاز بدءا من الجولة 7 وحتى نهاية الدور الأول، وهنعلنها طبعا خلال فترة الحوار مع ضيفنا في الاستوديو الناقد الرياضي البارز الأستاذ صلاح دندش، وهنناقش معاه فرص النادي الأهلي وانطلاقته القوية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر المدير الفني السويسري وفرص النادي الأهلي في الإبقاء على
حظوظه في التفوق والسبق في المسابقة من بدايتها، وإن شاء الله تستمر القوة الدافعة لنادي الأهلي في نتائج وأدائه أيضا في مبارياته القادمة وصولا إلى الحفاظ على اللقب المفضل والمحبب لجماهير النادي الأهلي وهو بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم. الأهلي في معسكر مغلق غدا استعدادا لبني سويف، الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي بيدخل معسكر مغلق إن شاء الله غدا الاثنين استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ 32 لمسابقة كاس مصر. طبعا في تركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين وشفنا ده انعكس على مباراة العودة بعد فترة التوقف من أجل متابعة ارتباطات المنتخب الأول ومنتخبنا الأولمبي في ارتباطاتهم الأفريقية، وأن النادي الأهلي كان حريص من خلال المعسكر الخارجي وتدريباته المستمرة والمباريات الودية اللي خاضها خلال فترة توقف مباريات الدوري الممتاز على الإبقاء على القوة كاملة، قوة الفريق ذهنيا وبدنيا وفنيا وخططيا عشان يقدر فايلر يعود بنفس القوة وهو ما حدث في المباراة السابقة طبعا المحلية. لا نتحدث هنا عن المباراة الأفريقية، وإن كان الكل أيضا أبدى رضا بدرجة كبيرة جدا عن أداء الأهلي واجتهاده رغم الظروف الصعبة جدا اللي مر بيها نتيجة لأخطاء التحكيم في مباراة النجم الساحلي، لكن القوة اللي بدأ بها الأهلي انطلاقته في الدوري الممتاز عاد بنفس القوة أيضا وبنفس مستوى الأداء وبنتيجة أكثر من رائعة مع استئناف مباريات الدوري في الأيام القليلة الماضية. بالفعل كان الفريق قد استأنف تدريباته صباح اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي. فايلر بيطالب اللاعبين بإغلاق ملف أفريقيا والتركيز في المباريات المهمة اللي هتواجه النادي الأهلي في الفترة الجاية على المستوى المحلي، وده أمر طبيعي جدا أن المدير الفني ومدير الكرة والجهاز الفني بشكل عام بيطالبوا اللاعبين بالتركيز أنهم يتم نسيان تماما ولو بشكل مؤقت صفحة البطولة الأفريقية لحين العودة لاستئناف مبارياتنا ومواجهاتنا الأفريقية مرة أخرى في الأيام القادمة، والتركيز على ارتباطات الفريق في المسابقات المحلية اللي الكل حريص على أن يسير النادي الأهلي فيها إن شاء الله بنفس درجة الإجادة في الأداء والقوة والمستوى الفني والخطط الرائع اللي بيحظى برضا وإعجاب الجماهير منذ بدء الفريق انطلاقته تحت قيادة فايلر وفي كل مبارياته محليا وأفريقيا. بيؤكد فايلر للاعبين ان مسابقه كاس مصر تبقى ذات طبيعه خاصه نظرا لانها لا تقبل القسمه على اثنين، وان مبارياتها دايما او مواجهاتها مواجهات اقصائيه لا تحتمل اي نوع من التراخي او التخاذل وعايزه اعلى درجه من التركيز، وبيطالب اللاعبين بانهم يكونوا في التوب فورم افضل حالاتهم فنيا وخططيا وذهنيا وتركيزهم في الملعب وبدنيا من اجل طبعا التفوق على اي منافس وحصد لقب كاس مصر، وان شاء الله يكون الاهلي هو صاحب الفرص الاوفر في الفوز بكل المنافسات اللي بياخدها هذا الموسم إن شاء الله. عندنا حصيلة جيدة جدا من اللاعبين بعد الصفقات الجديدة وبعد التعاقد مع ريني فايلر والمستوى اللي وصل له مع اللاعبين وعملية تدوير اللاعبين وأيضا الاستعانة بأكثر من لاعب مميز عشان أصبح بعد الصفقات الجديدة في وفرة من النجوم ومن اللاعبين في كل مركز من المراكز، وده بيدي أفضلية للجهاز الفني وفرصة كمان للمرونة في الاختيار ومناورة المنافس حسب مستواه باللاعبين الأنسب لكل مباراة. في اجتماع انتهى منذ قليل عملية التطوير مستمرة متابعة قطاع الناشئين في النادي الأهلي تحت قيادة الكابتن فتحي مبروك. كابتن محمود الخطيب ليس فقط يعني من منطلق مكانته كرئيس لمجلس الإدارة ولكن أيضا كرئيس للجنة التخطيط والتطوير في أمور كرة القدم في النادي الأهلي حريص على المتابعة والتواصل بكل الأشكال الممكنة للتأكد من مسيرة التطوير في قطاع الناشئين واستفادة الفريق الأول بهذه العملية، وإن احنا يكون عندنا قطاع الناشئين يعود بقوة إنه يكون مؤثر جدا على العناصر اللي بيتم تقديمها او تصعيدها للفريق الاول وخطه التطوير والنهوض بقطاع الناشئين في النادي الاهلي بشكل عام. كان في اجتماع في النادي الاهلي في الجزيره انتهى منذ قليل بين طبعا رئيس لجنه التطوير الكابتن محمود الخطيب ولجنه ايضا التخطيط لكره القدم ولمستقبل كره القدم في النادي الاهلي والكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين. خلونا نعرف تفاصيل اكثر عما دار في هذا الاجتماع من خلال مشاركه زميلنا فاروق صلاح. زميلنا العزيز فاروق صلاح مساء الخير. مساء النور على حضرتك استاذ محمد وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايزين نعرف منك تفاصيل اكتر من متابعتك للقاء وللاجتماعات اللي تمت في النادي وتكليفات وتوجيهات الكابتن الخطيب لقطاع الناشئين وقياداته وما تم ايضا وضعه في الصوره امام الكابتن الخطيب عن طريق الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين.
خليني يا زميلي استاذ محمد يعني نتكلم في شقين، يعني هناخد من كلام حضرتك وعمليه التطوير المستمره من جانب مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي بقطاع الناشئين في شقين تموا النهارده. النهارده كان في مباراه لفريق الشباب في شباب النادي الاهلي جامعه ما بين الاهلي والجيش بجهاز الرياضه العسكري. النهارده حضر افراد الجهاز الفني بالكامل، ودي نقطه مهمه جدا، مستر ديفيد تيزا المدرب العام، مستر ميتشيل يانكو مدرب حراسه المرمى، وايضا محلل الاداء شعيب، في اطار المتابعه المستمره وعمليه الربط ان شاء الله اللي هتبقى مستمره ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول. ودي نقطه مهمه جدا، يعني على الكلام اللي حضرتك استاذ محمد كنت بتتناوله الخاص بعمليه التطوير. ايضا النهارده كان اجتماع انتهى منذ قليل، اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وافراد لجنه التخطيط بقياده الكابتن محسن صالح، الكابتن زكريا ناصر، الكابتن خالد ديبو، مع افراد منظومه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ممثله في الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين، الكابتن تامر حفني المدير الفني لقطاع البراعم، والكابتن جمال السيد المدير الفني لقطاع مدرسه الكره. من اجل الاجتماع، من اجل عمليه التطوير المستمره لقطاع الناشئين في النادي الاهلي وكيفيه التطوير وكيفيه الاستفاده من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وعمليه الدعم اللي هتبقى مستمره طبعا لفريق الفريق الاول للنادي الاهلي، زي ما حضرتك عارف استاذ محمد ان دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيبقى هو المصدر الاول و عمليه الامداد والامداد للفريق الاول للنادي الاهلي بتبقى من خلال قطاع الناشئين. تم اتخاذ بعض القرارات وبعض الامور يعني هيتم الاعلان عنها من خلال النادي الاهلي ومن خلال مركز الاعلام للنادي الاهلي. نقدر نقول امور كتير فنيه او امور تخطيطيه من اجل التخطيط للقطاع الناشئين ورؤى واستراتيجيات قدمها الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وايضا من الامور المهمه جدا استاذ محمد ان حرص الكابتن الخطيب على الاجتماع مع مسؤولي ايضا مدرسه الكره. كابتن هشام حنفي، يعني الموضوع مش خاص بفرق القطاع الممثله في الفرق القريبه من الفريق الاول. لا، التطوير او عمليه التخطيط بتشمل كل افراد المنظومه بدءا من مدرسه الكره، تكلم على مواليد 2010 2009 و2008 وفرق البراعم ممثله في 2006 و2007 مرورا بفرق قطاع الناشئين. دي نقطه مهمه جدا كان لازم ان احنا نوضحها، لان عمليه التخطيط ليست مقتصره فقط على الفرق اللي هي تحت الفريق الاول. امر مهم جدا تخطيط الكابتن الخطيب والرؤيه الموضوعه هي عمليه تخطيط ووضع استراتيجيه للنادي الاهلي، يعني هتقدر تتكلم على سنوات قادمه. الموضوع ليس متعلق بالسنه الحاليه، لا، ده هتبقى استراتيجيه وخطط موضوعه من اجل تطوير كامل لقطاع الناشئين بمدرسه الكره بالبراعم. زي ما قلت لحضرتك استاذ محمد، في مجموعه من القرارات تم اتخاذها، تقديم بعض الرؤى وبعض الطلبات من جانب الكابتن فتحي مبروك ومسؤولي قطاع الناشئين للكابتن الخطيب، اللي دايما بيستجيب ودايما يعني نقدر نقول بيلبي كل الطلبات قطاع الناشئين في النادي الاهلي. عمليه التطوير ان شاء الله هتبقى في الفتره القادمه ان شاء الله، زي ما قلنا التطوير بيشمل يعني على النطاق التنظيمي، على النطاق الملاعب، على الامور دي مفهوم في كل الاتجاهات الخاصه بتطوير كره القدم وقطاع الناشئين تحديدا. بشكرك جدا بشكرك جدا على المشاركة معنا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي ومتابعته لهذا الاجتماع اللي تم بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن فتحي مبروك، والتنسيق طبعا بين القائمين على أمور كرة القدم بشكل عام في مقدمتهم الكابتن الخطيب كرئيس لمجلس الإدارة ورئيس لجنة التخطيط والتطوير والتخطيط لمستقبل كرة القدم في النادي الأهلي، وأيضا دور الكابتن فتحي مبروك المهم جدا في تنمية قطاع الناشئين والاستجابة لرؤية النادي بشكل عام ورؤية لجنة التطوير والتخطيط جعل قطاع الناشئين أكثر تأثيرا وأكثر قدرة على مد الفريق الأول وبالتالي منتخباتنا الوطنية باللاعبين والعناصر المهمة والمتميزة والعوائد كمان اللي بتعود على النادي الأهلي من جعل قطاع الناشئين أفضل، لأنه في بورصة اللاعبين وأسعارها الخيالية اللي وصلت إليها اليوم قطاع الناشئين أصبح يمثل بعد مهم جدا اقتصاديا وماليا واستثماريا لأي نادي كبير، وفي مقدمتهم طبعا النادي الأهلي بخبراته الكبيرة جدا في مجال التنمية والتعاقدات والاستثمار في عالم الرياضة وتحديدا في عالم كرة القدم. طبعا زميلنا فاروق صلاح هيتكلم عن خطوط عريضة لهذا الاجتماع، وبالتأكيد ستعلن من القائمين والمسؤولين عن إعلان هذه القرارات في موعدها كل ما تم التوافق عليه بشأن مستقبل كرة القدم في النادي الأهلي، وتحديدا الخطوط التي تم التوافق عليها أو القرارات اللي تم الاستقرار عليها فيما يتعلق بعملية التنمية والتطوير بشكل عام في قطاع الناشئين ستترجم إلى قرارات بعد هذه الاجتماعات المستمرة تحت قيادة الكابتن محمود الخطيب، وستعلن على الجمهور الأهلاوي والرأي العام كل قرار في حينه
وبعد تطبيقه احنا تعودنا ان النادي الاهلي بيعلن القرار عقب تفعيله وعقب تطبيقه وتحويله الى واقع في القطاع محل النقاش او البحث والتطوير. فايلر يجتمع بعبد الحفيظ خلال مران الاهلي. ريني فايلر المدير الفني اجتمع وعقد جلسه خاصه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره على هامش مران الفريق صباح اليوم الاحد على ملعب التتش في الجزيره. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية والترتيب للمرحلة المقبلة اللي بتشهد خوض مباراتي بني سويف بعد غد في دور الـ 32 بكأس مصر والهلال السوداني الجمعة المقبلة في الجولة الثانية من منافسات دور أو دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وزي ما قلنا لحضراتكم الاستعداد حاليا لمباراة كأس مصر في دور الـ 32 أمام بني سويف بعد غد، واللي بيدخل من أجلها أو في إطار أو في اللحظات الأخيرة من الاستعدادات غدا معسكر مغلق الفريق غدا الاثنين استعدادا لهذه المباراة اللي ركز عليها في حديثه مع اللاعبين أنهم يركزوا بالكامل وينسوا مؤقتا التركيز على كل من بطولة الدوري ودوري الأبطال الأفريقي وينشغلوا بالمباراة، وأنها كل مباراة بتمثل للنادي الأهلي بطولة مستقلة وتركيز كبير على الفوز بكل لقاء دون التفكير في اللقاء السابق أو اللاحق على هذا اللقاء. النادي الأهلي استأنف تدريباته زي ما قلنا لحضراتكم وبينهي برنامجه الخاص بالإعداد لهذه المباراة وبينتهي بدخول المعسكر المغلق غدا، وانطلاق المباراة إن شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في هذا اللقاء وتكون انطلاقة قوية لفريقنا في مباريات كأس مصر أمام بني سويف. البرامج العلاجية والاستشفائية لبعض النجوم اللي بيعانوا من إصابات طفيفة في الفترة اللي فاتت مستمرة بشكل كبير حتى يحافظ النادي الأهلي على أفضليته بوجود هذا الكم الكبير جدا من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز والقوة الضاربة للفريق. علي معلول المدافع المتميز التونسي المحترف في صفوف النادي الأهلي بيواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الضمة خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال الأفريقي. وبرنامج إشفائي للاعبين المشاركين في مباراة النجم حرصا على أن اللاعبين ما يتعرضوش لأوفرلود بدني عليهم أو حمل بدني زائد. تخطيط طبعا الأحمال ومخطط الأحمال هنا بتبقى أهمية دوره في هذه الفترات، أن اللاعبين إمتى يحصلوا على راحة، إمتى الارتفاع بالحمل التدريبي أو النزول بالحمل التدريبي، الأمور المتخصصة والعلمية الدقيقة جدا اللي بتحافظ على جاهزية كل اللاعبين وأنهم دايما يكونوا في التوب فورم أو في أجهز حالاتهم وأفضل حالاتهم الفنية والبدنية للمباريات المختلفة. عشان كده فضل الجهاز الفني انه يحيل المهمه لتوماس بينك المخطط الاحمال حتى يمنح اللاعبين برنامج تاهيلي واستشفائي لطبعا الفتره ضيقه جدا وللحاق بان اللاعبين يجهزوا في اسرع وقت في المدى الزمني القليل جدا بين المباريات المحليه والافريقيه، وشفنا الفارق قد ايه الفارق محدود في الوقت المتاح بين المباراتين مباراه النجم الساحلي ومباراه بني سويف في كاس مصر. وصالح جمعة يكتفي بالجري في مران الأهلي. تدريبات خفيفة لصالح جمعة نجم وسط الفريق اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وفي هذا الإطار بيواصل تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل البرنامج الاستشفائي والتأهيلي من أجل تجهيز صالح جمعة. هو بالتأكيد لاعب عنده قدرات خاصة جدا ومن الأوراق المهمة جدا وهيكون له دور كبير إن شاء الله مع الفريق في المرحلة القادمة وفي المباريات المقبلة. وسعد سمير مدافع الفريق بيتعافى من نزلة البرد اللي أصابته خلال الفترة الأخيرة، وبالفعل بينتظم بقوة في تدريبات الفريق الجماعية بعد نهاية برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد غيابه لفترة طويلة. طبعا غاب خلال الفترة اللي فاتت عن المباريات على كافة المستويات محليا وأفريقيا، إن شاء الله يكون إضافة لخط دفاع الفريق لأن سعد سمير واحد من اللاعبين اللي عندهم خبرات كبيرة طبعا بإجماع الآراء، إن شاء الله يكون إضافة للمجموعة المتميزة الموجودة في خط دفاع النادي الأهلي في المباريات المقبلة. هنختتم فقرتنا الأولى أو جولة الأخبار بمتابعتنا لأخبار منتخبنا الوطني للشباب. للأسف لم يوفق في مباراته، طبعا المنتخب الوطني للشباب يقوده جهاز فني بقيادة المدير الفني الكابتن ربيع ياسين، وكان انتهى المشوار الخاص بهذه البطولة بطولة الشمال الأفريقي بالمواجهة بين منتخبي الشباب لكل من مصر وتونس. بيفوز منتخب تونس للشباب على نظيره منتخب مصر للشباب 3-1 ويرتفع رصيده إلى 7 نقاط، يتساوى هذا الرصيد من النقاط مع رصيد مصر أيضا. منتخبنا الوطني للشباب رصيده أيضا 7 نقاط، ولكن تبقى النتيجة في صالح والمواجهة المباشرة وفوز تونس 3-1 في هذا اللقاء تجعل تونس في المقدمة أو لها السبق بسبب نتيجة المواجهة المباشرة والفوز 3-1 على منتخبنا الوطني.
إن شاء الله يكون أداء ونتائج منتخبنا الوطني للشباب أفضل في الفترة الجاية. والجهاز الفني طبعا الكل يعلم أنه الكابتن ربيع ياسين وجهازه الفني بذلوا جهد كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، إن شاء الله أيضا يركزوا على علاج أي أخطاء فنية أو قصور فني ظهر في هذه المباراة، ويتم طبعا تفادي تكرار هذه الأخطاء في المباريات الجاية، ويكون مؤشر وأداء نتائج منتخبنا الوطني للشباب أفضل في ارتباطاته ومواجهاته القادمة. فاصل قصير وبعد الفاصل نستأنف حلقتنا مع حضراتكم النهاردة من خلال هذا اللقاء من حلقات الأهلي الليلة، وهذا الحوار مع الناقد الرياضي المتميز الأستاذ صلاح درمش. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وهنبدا في هذا الحوار نناقش الكثير من امور كره القدم. طبعا هنبدا بالحديث عن النادي الاهلي ومواجهاته محليا وافريقيا ومستوى الفريق بشكل عام، والمباراه طبعا اللي الكل اتكلم عنها بما شبه من اخطاء تحكيميه او بما اثر على النتيجة فيها وعلى فرص النادي الأهلي في أن تكون النتيجة بتعكس ما قدمه من جهد، نتيجة طبعا لأخطاء الحكم الفادحة بإجماع الآراء. وهنتكلم عن منتخباتنا الوطنية ومنظومة كرة القدم في النادي الأهلي وفي مصر بشكل عام وآليات تطويرها. معانا ومع حضراتكم النهارده في الأهلي الليلة الناقد الرياضي الكبير الأستاذ صلاح دندش. مساء الخير وأهلا بحضرتك أستاذ. مساء النور يا أستاذ محمد، وسعيد بوجودي معاك وعلى قناة النادي الأهلي، وأتمنى يا رب نكون ضيوف خفاف على اكيد ان شاء الله، وسعداء بحضرتك. ربنا يكرمك. هنبدا من شكوى النادي الاهلي. النادي الاهلي حدد اربع مطالب، واكيد حضرتك متابع ده زينا واكتر. حضرتك شايف ازاي شكوى النادي الاهلي ورد فعله عقب ما حدث في مباراه الاهلي والنجم؟ كالعاده الاهلي كبير، يعني الاهلي مش هيختلف باختلاف الاشخاص. الاهلي كبير، عمل ايه؟ لو حضرتك قريت لما نقرا الاربع طلبات، هما طلبات ما فيش حاجة فيهم بتقول لهم احنا اتظلمنا واحنا حصل واحنا عايزين نتيجة المباراة ونحقق ونعمل، لا، بيعمل اجراءات احترازية، بيأكد حقه، بيطالب بالعدالة اللي جاية، بيطالب بتنقية ملفات حكام الافريقية القارة السمراء، اللي للحقيقة طبعا يعني بيعبس فيه الفساد زي ما عايز، وكل حاجة متاحة في التحكيم الأفريقي من زمن طويل قوي. فالمسألة خلي بال حضرتك مش هتتحل بسهولة، رغم ان المحاولات اللي بيعملها الاتحاد الأفريقي دلوقتي وفاطمة سامورة واحمد احمد، ومحاولات الغاء تجديد او يعني تعيين لجنة حكام جديدة، لكن كل ده الاهلي عملوا في اربع طلبات صغيرين جدا. قبل ما نعيد الحديث او ناكد على طلبات النادي الاهلي، بس عايز حضرتك توضح ده اكتر للساده المشاهدين، انه في ازمه، هل بالتاكيد هناك ازمه حاليا بين او خلاف بين رئيس الاتحاد الافريقي وبين رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي؟ تمام. وهل هناك محاولات من بعض القيادات في الاتحاد الافريقي لاعاده تشكيل او لوضع تشكيل او تصور جديد للجنه الحكام؟ بص حضرتك، تحت مسمى الفساد سهل جدا بقى نخلق قصص انه فلان بيحارب الفساد في الاتحاد الافريقي فبيعايز يشيل رئيس لجنه الحكام، او انه احمد بيدافع عن الفساد فعايز متمسك. تحت كلمه الفساد دي كل حاجه بتخش. الامر ببساطه شديده يعني انه رئيس لجنه الحكام غير مرغوب فيه من بعض القيادات الكبرى في الاتحاد الافريقي، منهم بقى احمد منهم كذا ومنهم كذا، وتم من اربع اسابيع من خمس اسابيع اجراءات لترشيح بعض الشخصيات وترشيح لجنه حكام جديده و و و، وكل ده خد وقت طويل جدا، حتى يعني كل مره او كل يوم بيتاخر فيه بتحصل كارثه تحيز وفساد و و. خلاص، هيحصل ايه؟ هتتغير لجنه الحكام الافريقيه. طب هتسفر عن شفافية وعدل تماما؟ لا. ليه؟ لأن القضية مش في اللجنة فقط. اللجنة لما تجيب حكم زي بتاع مباراة الأهلي والنجم الساحلي، مش مؤهلات حكم، يعني شكلا ستايل حكم أنا برشحه يدير مباراة قوية زي دي فيها حساسية، يعني ما شفتش حكم بكرش كده، ما شفتش حكم الستايل بتاعه مترهل، ما يعني لا، حد بعيد خالص. الحتة التانية الناس بس تبص وتراجع تاني
شكل الحكم وهو رايح بيحسب الفاول، وبعدين شكل الحكم وهو بيفكر يطلع الانذار ويطلعه، في كده ايه يعني، في اهتزاز. عايز اقول ان الحكام، في حكام كتير فاسدين في الاتحاد الافريقي، ولسه هنشوف حكام اكبر. الاهلي او القصة لجنة الحكام مش هتسفر عن جديد، يعني ربما تقلل، لكن اللي هيجي مش هيقدر يسيطر على الحكام كلها الا بخلق جيل جديد من الحكام الافارقة. وهو بدليل ان احنا في السبعينات كنت هتلاقي حكمين ثلاثة افارقة المميزين، بقى في الثمانينات كذا، في التسعينات كذا، في الالفينات، وهتلاقي مثلا كل مرة بيبرز او كل حقبة كده 10 سنين يبرز حكم او اتنين. عشان برضو شبهات الفساد، انا مش بتكلم بقى على النادي الاهلي فقط، لا انا بتكلم على في اندية لا ما عندها القدرة على القدرة المالية، وعندهم القدرة في التفاوض ومعرفة الحكم اللي بياخد من ما بياخدش، وعندهم القدرة بقى انه يحط حد في الاتحاد الافريقي يجيب له الحكم اللي هو عايزه، والحكم بياخد اللي عايزه وبيطلع يعني زي الفل مرضي تماما من الليلة وبيروح مبسوط يعني. بس هنا حضرتك بتقول ان دي مشكلات موجوده في الاتحاد الافريقي، ولكن النادي الاهلي لم يتطرق الى اي امر يخص اي نادي اخر. هو النادي الاهلي بيخاطب الاتحاد بيقول له ولا خاطب إيه مستوى التحكيم ده وليه الاخطاء بتتكرر. هو الاهلي ما جابش في الـ في الـ في الـ لم يتطرق لاي نادي او لاي منافس. هو الاهلي هو ده، عشان كده بقول الاهلي كبير، اهلي مؤسسه، الاهلي مش 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 كلمه مبادئ ومش كلمه، مش كلمه يعني، لا الاهلي قال لي ده بينفذه بجد. فعمل ايه؟ حتى اربع طلبات، الاربع طلبات كل منهما او كل منهم عليه تحتيه 50 خط، يعني بنطالب انه عدم تكرار تحكيم، اولا الفار حكم، ثانيا ان الحكام نفس الاطقم ما تتكررش لنفس الفريق اكتر من مره في البطولة. في البطوله، ثالثا انه الكوادر الكبيره في التحكيم الافريقي يتم الخبرات تاخد فرصتها. يعني هو ده اللي بيتكلم عليه النادي الاهلي. لو اتحقق ده انت ضربت الفساد في الاتحاد الافريقي. ليه؟ لانه الحكم الكبير صاحب الخبره اكيد حكم عنده شفافيه وحكم نظيف، الحكم اللي ما يتكررش، لا في حكام بتيجي للفرقه واحده 3 مرات واربع مرات، اما يتزنقوا في مباراه تقيله يجي. وعايز اقول حاجه، الزمالك ما اتظلمش في ماتش مازيمبي، لكن انك تبقى نازل المباراه وعندك احساس ان الحكم لان مازيمبي شاطر قوي برضو في قصه التفاوض. يعني فعايز اقول انه ازمه التحكيم الافريقي ازمه كبيره جدا. والطلب الرابع كان ان اللجنه اللي بتختار اطقم التحكيم وتكلفها في الاتحاد الافريقي تراعي الموضوعيه والشفافيه الكامله في التكليفات والاختيار. الاهلي عمل لك ايه؟ اداك اشاره وقعد عمل سبوت على وبعدين ايه؟ انت مخاطب مين؟ الاهلي خاطب مين؟ خاطب الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي مباشره. يعني بعت على طول على هناك، ما طلبناش بقى انه من خلال لجنه الحكام المصريه تلا خاطب اللجنه الخماسيه واللجنه الخماسيه تطالب لجنه الحكام الافريقيه، لا 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 لا، الكبير الراسين الكبيره بيطلب منك وبيقول لك خلي بالك في عندك هنا فساد في الحته دي، مش عايزين التحيز كذا، مش عايزين كذا، فعمل علامه، العلامه اعطيناها منوره لفتره طويله وهتخوف ناس كتير. طيب هنتكلم بشكل عام عن المستوى الفني، حضرتك شايف مستوى الاهلي فنيا في المباراه دي ازاي؟ خاصه وان كتير من جماهير النادي الاهلي خرجت راضيه عن الاداء رغم الظروف اللي ادت لهذه النتيجه، والاهلي كان طموحه بهذا الفريق بهذا الجهاز الفني الفوز في كل مبارياته داخل وخارج ملعبه وعلى ملعب اي منافس مهما على شانه، النادي الاهلي اصبح مؤهل لده. حضرتك شايف ازاي رضا الجماهير اللي شايفه ان الاهلي قدم مستوى مقنع وبذل جهد كبير جدا خلال هذا اللقاء؟ خلينا الاول نقول ان المدير الفني للنادي الاهلي اللي تخوف منه معظم المصريين وخاصه بقى الاهلاويه انه مش هيكون على قدر اسم النادي الاهلي اول ما تم التعاقد معاه، وقالوا سي في ضعيف وكذا وكذا وكذا، هذا الرجل سيعيد ويتفوق على اكبر 2 مدربين جم في تاريخ النادي الاهلي، هيدوكوتي ومانويل جوزيه. وانا بقول لحضرتك هذا الرجل معاه خلطه وعارف جاي، عارف او دارس النادي الاهلي كويس جدا، عارف ايه اللي ناقص السنه اللي فاتت، الموسم اللي فاتت ايه الاهلي كان ناقصه ايه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا بس عايز ادي الراجل ده حقه تماما، لاني ربما كنت انا احد الناس اللي اول ما مسك انا قلت ان السي في ضعيف ولا يتناسب مع نادي الاهلي.
بص على رمضان صبحي، بص على حسين الشحات، بص على محمد الشناوي، بص على احمد فتحي، بص على علي معلول، بص على عمرو السولية، بص على يعني بص على الفرقه كلها، هتكتشف انه كل واحد حاله لوحدها راح في سكه تانية وراح في منطقه تانية خالص. لو حد قال ان ده رمضان صبحي بتاع السنه اللي فاتت الموسم اللي فات، لا مش هو، واحد تاني خالص مختلف. الفضل ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الرجل اللي عمل حاجه اكتشاف مناطق قوه جديده واقوى، يعني وصل كل حد فيهم لاعلى مستوى شحن. يعني الراجل ده معاه شاحن بيجي يشحن لعيب، بدل ما تبقى يا دوبك بتنزل تأدي 60-70%، لا وبتخرج وصل رمضان للقمه في البطوله الافريقيه، وخد بقى انه كان يعني بيأدي بمستوى غير مسبوق. وعدينا بقى ايه كل نجوم الفرقه، كل نجوم الفرقه، لا في فرق. طيب هذا الرجل على المستوى الفردي للعيبه، طيب على المستوى الجماعي، لا الاهلي بيلعب كوره مختلفه اختلاف كامل. الاهلي فيه جماعيه بتتعمل لا جديده، وفيها يعني فيها انا شارب طريقه اللعب وعارف ايه اللي بيجرى وعارف فلان. وليد سليمان يعني نسينا وليد سليمان، لا مختلف تماما الاهلي مع فايلر. طيب تعالى بقى نقول المباراه اللي فاتت، والاهلي نازل مطرود منه واحد، الاهلي نازل المباراه وهو 10، راجل في الدقيقه 12 خلص المباراه بطرد ايمن اشرف. اي واحد كان هيبقى في الفرقه هي تستحق انذار، تستحق فاول، تستحق كذا، نختلف نتفق عليها، انما طرد لا ما ترقاش ابدا للطرد، وكل خبر التحكيم الافضل مني قالوا الكلام ده. طيب من اول دقيقه لحد يعني قلت مثلا الاهلي 70 دقيقه في المباراه، لا الاهلي 25 لعيب، النجم حالة ذعر وفي حالة خوف وحالة تراجع وحالة وحالة وحالة. شوف الأهلي ما كانش عنده الضراوة الهجومية قوي، لكن سيطرة كاملة على الملعب، 63% كانت نسبة الاستحواذ ب10 لاعبين. شوف حاجات كتير قوي في الملعب مختلفة. لا شك إن الطرد أثر، والخطأ القاتل من السيرد باكين بالهدف استغلوا اللاعب الشيخاني خلص المباراه. هو ده النجم، راح كم مره، ضيع كم كوره، عمل ايه استحواذ شكل. لا الاهلي عمل مباراه ترضي يعني كل عشاقه، وارضت كتير جدا من المصريين غير اهلاويه، انه انا شايف فرقه عنده الحماس، عنده الاداء، عنده اللياقه البدنيه. ما حدش اتكلم على لياقه الاهلي البدنيه الموسم ده، في حاجه حاصله. عشان كده بقول ايه، وبعدين انت بيصاب منك لعيب، وبعدين التاني، وبعدين التالت، وبعدين الرابع، وبعدين الخامس، وحمدي فتحي يعلى قوي يصاب كذا، ده يعني نعتبرها عين، نعتبرها اي حاجه، في اسباب يعني. لكن اللي بيعمله النادي الاهلي دلوقتي انا بقول انه بدايه حقبة حمراء لسيطرة الأهلي على الكرة المصرية، وأعتقد أنه إن شاء الله يا رب بإذن الله يكون هو والزمالك يعني الموسم ده دوري الأبطال الأفريقية مش هيطلع بره. طيب هرجع مع حضرتك شوية لقضية التحكيم. إيه موقف الكابتن عصام عبد الفتاح؟ كابتن عصام عضو الاتحاد، لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي، وهو حكم مصري. هل ممكن يكون له دور؟ هل ممكن يكون له دور إيجابي أو تأثير بشكل ما؟ لا ما تنتظرش. هل ممكن التواصل مع حكم مصري موجود في الكاف من أجل يعني لجنة الحكام في الكاف من أجل نقل صوت كل نادي في مقدمتهم الأهلي متضرر من تكرار الأخطاء؟ أم أنه مستبعد يكون لحكم مصري موجود في لجنة الحكام في الكاف دور مؤثر بالإيجاب أو من أجل التطوير؟ لست متفائلا ب1%. ليه؟ أنه ليه، أنا رايح بأدي مهمة يعني شخصية، مش مهمة وطنية للبلد. يعني أنت عارف ممكن حضرتك تقول المهندس هاني أبو ريدة قد يتدخل، يتكلم، ينور لمبة هنا كذا، لكن أنا بقول لك الكابتن عصام عبد الفتاح لا. يعني بدليل إحنا مش كان الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة حكام في مصر، كان موجود في مصر
كان اتحاد عربي او بطولات عربيه هو مشرف على ده، وكان في الاتحاد الافريقي ما حصلش حاجه، مفيش حاجه، ومفيش خدمه للكره المصريه او للتحكيم المصري. مش هيحصل، مش هيحصل. انا ما صدقت دخلت مكان في بقى بالدولار وفي كذا وفي سفريات وفي كذا وفي كذا وفي كذا وانا مش موجود في الدايره الساحه المصريه الكرويه المصريه، فهخش في وجع دماغ ليه؟ انا اللي يهمني ان انا اظل موجود. يا طب يا ترى التشكيل الجديد للجنه يعني حضرتك بتقول انه من وجهه نظرك انه هينشغل باموره العاديه، رجل يعمل عمل مهمه محترفه في مؤسسه دوليه او افريقيه، وانه لن ينشغل باي محاولات للتعديل او اي خلاف مصري افريقي. الحفاظ على الكرسي اهم، حفاظ على الكرسي اهم، ان انا اقعد على الكرسي واحافظ عليه وما اخشش في مشاكل وجع دماغ. يعني اخش اقول الاتحاد الافريقي في هو كابتن عصام ما يعرفش انه في ازمات للكره المصريه في الاتحاد الافريقي؟ طب ما يعرفش ان في حكم عمل كذا؟ طب حد سمع؟ طب يعني اي قناه في الدنيا؟ هل ممكن يكون متاح له هذه او متاحه له هذه المساحه من اجل اصلاح هذا الامر او ذاك، او التدخل في هذه المشكله او تلك، ولا ممكن ما يبقاش عنده صلاحيات للتدخل فيه؟ انا بس هو السؤال، هو شغال ايه؟ يعني ماسك منصب فين؟ في لجنه الحكام الافريقيه، التحكيم الافريقي، مش كده؟ والازمه في التحكيم اللي هو مختص بيها، هو بس هو طب انا عايز بس اي قناه في الدنيا او اي اعلامي في الدنيا يرفع السماعه يكلم الكابتن عصام، ايه رايك باللي بيحصل؟ بس مش اولا مش هتلاقي رد، ومش هيعلق، ومش هيخش يعمل مداخلات، ومش بص حضرتك احيانا القعده على الكرسي بتنسي الناس حاجات كتير جدا، وما يعني هو بيسافر كام سفريه والبدلات فيها قد ايه وقصص، وانا موجود في مكان ممكن ما اكونش موجود فيه. ويا عالم هو، انا السؤال بس اللي عايز اعرفه، بعد ما اتشال من اتحاد الكره المصري هل هو لسه موجود في اتحاد في المسابقات العربيه الكتير؟ ما اعرفش انا، ما يعني انقطعت اخباره تماما. هو انا بالنسبه لي كان سؤال عام، ما كانش سؤال شخصي قوي. لا لا انا بقول بس وجهه نظر حضرتك واضحه في الاتجاه ده، بس بشكل عام بعيدا عن شخصيه الكابتن او شخص الكابتن عصام عبد الفتاح، ليه ما عندناش كوادر مصريه مؤثره في منظومه الكاف او في الاتحاد الافريقي في لجنه الحكام في كل الادارات اللي هي مؤثره ممكن تطور وتحرك الامور للافضل؟ فين الكوادر المصريه؟ الجزائر كان عندها محمد روراوه، الكونغو كان عندها فلان، السودان عندها فلان، تونس عندها كان سليم علولو زمان ودلوقتي مش عارف مين وبكره مين، المغرب عندها ناجي اسمه ناجي بتاع النهضه البركاني، ده عضو في طارق البشمالي ده او البشمالي، يعني عايز اقول لك كل الدول دي. الشخص فوزي لقجع رئيس الاتحاد، الشخص اللي بيخش الاتحاد الافريقي يعمل جاهدا لدولته. وطبعا كلنا شفنا المهزله اللي حصلت في الماتش النهائي بتاع ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، كلنا شفناه، وشفنا انسحابات وشفنا كذا وشفنا كذا، وشفنا رئيسين الاتحادين نازلين معاهم رئيس الاتحاد الافريقي جوه الملعب وكاننا في دوره مركز شباب، كلنا شفنا. وده بيتدخل، وفاطمه سموره بتتدخل للسنغال، وشفنا مباراه الزمالك مع جراسيون وايه اللي حصل واتعادت ازاي. يعني كل دوله احنا عندنا مين دخلناه الاتحاد الافريقي بعد غياب سنين، بعد مصطفى فهمي وبعد كذا، وكان زمان في بقى اسامي تانية كبيره. النهارده دخل عندك المهندس انا بريده، ماذا قدمت انك دخلت؟ هل انت اللي وراء؟ وانا اعتقد ان هو اللي وراء دخول كابتن عصام عبد الفتاح الاتحاد الافريقي. طيب هل الكابتن عصام من الشخصيات اللي ممكن تخش تعمل زي بتوع المغرب وتونس والسنغال والكونغو دول؟ ده بيحاربوا حرب شرسه جدا عشان فرقهم جوه وشفنا بشكل واضح مباراه الزمالك واضحه قوي. طيب ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي تقدم للبلد؟ انت كبلد بقى وقفت جنب المهندس هاني بريده، انت وقفت جنب احمد نجحته، انت يعني احد الاسباب الرئيسيه لاستبعاد عيسى حياته ومجيء احمد ونجاح طبعا مهندس انا بريده. طب ايه اللي تم؟
ايه فين الكوادر؟ انا كنت عايز واحد في لجنه المسابقات، وعايز واحد في لجنه التحكيم، واحد في مش عارف في العلاقات العامه، واحد في كذا، واحد في كذا، واحد في كذا. فين ده؟ حتى الناس المصريين اللي كانت بتخش الاتحاد الافريقي ما كنا بنحس انهم ضدنا مش معانا، نادرا لما تحس انه واقف معاك موقف. يعني حضرتك بتقول ان من وجهه نظرك الكوادر المصريه اللي كان لها ادوار سابقه او حاليه في الاتحاد الافريقي لم تكن مؤثره او لم تلعب دور للدفاع عن الحقوق المصريه، حقوق الانديه المصريه في اي نزاع مع الاتحاد الافريقي. بيبعد ويختفي، في حين انت بتسمع اصوات من إيه؟ من سوسه تسمعها هنا في القاهره، دفاعا عن تونس، ودفاعا عن المغرب، ودفاعا عن الجزائر. وكلنا شفنا محمد الوراوة عمل ايه. فاكر حضرتك ازمه مباراه مصر والجزائر حصل فيها ايه؟ لا يعني كل المواقف على فكره انت ما عندكش اللي دافع عنك، اسم مصر بس اللي بيدافع. وعايز اقول حاجه وعلى فكره والله ما مجامله، انت الدوله المصريه هي اللي بتدافع عنك مش الاشخاص اللي انت بتدخله. يعني اسم مصر هو اللي بيدافع، يعني بيعمل جزء من التوازن، يمكن بيحمل نوع من الرهبه، انما الاشخاص ما انسى ان يا بوريدا يقدر يعمل حاجات كتير قوي في اتحاد افريقيا. ولا نطالب، عشان بس ما حدش يتخيل ان احنا بنقول انه لا عايزين مخالفه للقانون ولا عايزين مجامله ولا عايزين، بس فقط الناس تحس انه في حمايه للفرق المصريه والكره المصريه. طيب هننتقل لملف اخر، هنتكلم بشكل عام عن مطالبه فايلر للاعبين بانهم خلاص احنا قفلنا صفحه المباراه اللي فاتت مع النجم ولازم نركز بسرعه جدا، عندنا مباراه ان شاء الله بعد بكره مع بني سويف في كاس مصر، وارتباطات الاهلي متتاليه ومتقاربه جدا. حضرتك شايف ان اللعيبه عندها الدرجه او الخبرات الكافيه والقدرات الاحترافيه الكافيه انها تقدر تعمل ده سريعا وتقفل الملف الافريقي، تبدا تركز مع الجهاز الفني، ولا بيظل اللاعب دايما عالقه في ذهنه المشكلات المرتبطه بفريقه في اي مباراه او في اي بطوله؟ أنا عندي قناعة تامة إنه قبل ما فايلر يقعد مع اللعيبة ويقول لهم ده، اللعيبة كانوا اتقفلت، كانوا قفلوا. عارف حضرتك هي فايلات، لعيب بيفتح فايل يشتغل فيه، أول ما الحكم يصفر ده فايل انتهى وأخش في الفايل اللي بعديه. يعني مباراة بني سويف مع كامل احترامنا لبني سويف وفريقها، لكن هتلاقي الأهلي مشغول ولعيبته مشغولة وفايلر مشغول بهذه المباراة. اللي بعد الكتير قوي يستهتر ويقول لك هلاعب فريق درجه تانية، هلاعب فريق كذا، لا هيعمل ده وهتتفرج على انه الاهلي عنده هدف من المباراه مش الفوز فقط. هتلاقي برضو تجربه حد، هتلاقي كذا، هتلاقي كذا، لانك بعديها على طول هتروح لفين؟ للهلال السوداني. هيجي لك هنا الهلال السوداني في افريقيا، دي بدايه اول ان شاء الله يا رب باذن الله اول ثلاث نقط. عشان تعمل ايه؟ لانك حاطط في دماغك الحفاظ على مشوارك في الكاس، وهو ده الأندية الكبيرة. اتنين، عندك الدوري لازم تبقى بتسعى انك توسع الفارق بقى والدنيا تبان انك اول الدوري مستريح. تلاتة، عندك افريقيا. افريقيا انت امامك المباراة اللي قادمة، انت مش محتاج تفرط في مباراة، عندك تلات مباريات هنا على ارضك، دول ان شاء الله يا رب باذن الله بتسع نقط. يبقى انت محتاج يعني ان شاء الله تاخد ال 15، لكن انت محتاج ثلاثه كمان يحطوك اول مجموعه مستريح. والاهلي ما فيش خوف عليه من انه يكون اول مجموعه في افريقيا. فايلر مقسمها، انا شايفه راجل هو عارف رايح فين، مقسم خطواته حلوه قوي وحاسبها وحاسب هنا ايه ورايح فين. وبعدين تلاقيه بيعمل حتى الروتيشن بشكل انت ما تحسوش، يعني فجاه تلاقي وليد سليمان في الملعب وفجاه رمضان صبحي ريحه وكذا وقام منزله 10 دقايق وبعدين قام جاي منزل. الراجل عارف بيعمل ايه. في حته نفسيه انا مش عارف هو واصلها ازاي مع اللعيبه كده، يعني برضو اللغه وكذا، وانه غريب على مصر، وانه يعني مش عارف الشخصيه المصريه، لكن هو عامل حته انا ما اعرفش بيستاهلهم ازاي. اكيد دي جوه الفرق، يعني هل عن طريق حد، هل في حد يعني بيديله النصايح دي، انما هو عارف يعمل يعني حته حماس دائم، تجديد الطموحات اول باول على طول. الاهلي ما يعني مباراه لا ما بتوقفوش. وبعدين انت عندك الدوري طويل وعندك افريقيا طويله وعندك كذا، فخلاص ملف بيتقفل فعلا ما بتفتحش. هل اصبحت عندنا الاعداد المطلوبه من النجوم او اللاعبين المؤثرين اللي تخلي النادي الاهلي قادر يؤدي بنفس المستوى
في كل مبارياته محليا وافريقيا حتى لو غاب بعض النجوم للاصابه. طيب خط الوسط اشترك ديانج، اشترك قبل كده في مباراتين اعتقد، وما شفته في البطوله الافريقيه لا حد تقيل كوره، اما نزل مباراه النجم لا لعيب تقيل ما حسيناش خالص، بالعكس حسينا انه ايه خط وسط الاهلي اقوى. ازارو لا ولي مروان محسن كذا كذا، انت عندك بس القصه باختصار انك في مركزين انت محتاج انه المساله يعني لو صحت الاخبار اللي جايه بانه في تعاقد مع فلان او فلان الفتره اللي جايه او في الموسم الشتوي الصيفي او الشتوي او كذا، لا الاهلي فرقه كامله، الصفقات اتعملت كمان بشكل ذكي جدا، عارف تحس انه ايه رقعه شطرنج وانا عارف بحط هنا مين وهنا مين، هنا الحصان هنا الطبيعي هنا كذا، مش جايبه خلاص مش كماله عدد. لا كم نجوم عندهم خبرات عندهم حماس عندهم رغبه دخلوا جوه مؤسسه النادي الاهلي فتعلموا على طول بما فيهم اللي لسه جاي. شوف حضرتك انا لسه بقول لك شوف حسين الشحات السنه اللي فاتت وشوف حسين الشحات السنه دي فرق كبير. فلا الاهلي عارف رايح فين ولعبته واصبح بعد الصفقات الجديده عنده كتيبه اللاعبين اللي تقدر تحقق المطلوب كل مركز وانها تحافظ على نفس مستوى الاداء في مع الارتباط بثلاث بطولات. علي معلول اصيب صح؟ هتلاقي وراه مين؟ محمود وحيد، هتلاقي وراه ايمن اشرف، وهتلاقي احمد فتحي يجي لك من اليمين عادي ما فيش مشكله. يعني هتلاقي اكتر من حد وحسين السيد وحسين السيد هات بقى في اليمين هتلاقي محمد هاني هتلاقي احمد فتحي في الوسط هتلاقي كذا هنا هتلاقي كذا مش هتحس انه بفرق بين لاعب واخر في اي مركز خالص. احمد الشيخ لسه ما شفناهوش وفجاه هتلاقيه وهتلاقيه عامل زي وليد سليمان كده. يعني هي الفرقه دي وان كنت انا اعتقد هل حضرتك متفق مع الاراء اللي كانت شايفه ان دي المشكله الرئيسيه كنا بنفتقد لان دكه البدلاء ولان اللاعب اللي خارج الملعب يبقى على نفس مستوى اللاعب اللي بيبدا ده اللي كنا مفتقدينه في الكام موسم اللي فات كان بيصدي اللعيب على الدكه بره فلما تيجي تحتاجه ما تلاقيش اللعيب محتاج وقت طويل لكن هذا لا يمنع عندي راي شخصي انه الاهلي محتاج مركزين اساسيين ايه وايه راس حربه واضح وصريح وايه يعني هجام اتنين محتاج حد في قلب الدفاع لازم حد في قلب الدفاع كمان حتى بعد التعاقد احنا تعاقدنا مع متولي ومع ياسر يعني ياسر ابراهيم ومحمود متولي مساكين كويسين تمام رجع رامي ربيعه من الاصابه هو باجماع الاراء ايضا لاعب متميز تمام جدا تمام عوده سعد سمير المجموعه ايمن اشرف في المكان ده هل لسه محتاجين المركزين دول اكثر الاماكن تعرضا لاصابات لتغيير هبوط مستوى او تغيير مستوى اعتقد استاذ صلاح حضرتك متفق مع الاراء اللي بتقول اننا ما كناش موفقين خالص ان صفقتين جداد اتنين مساكين سوبر فنيا هم ياسر ابراهيم ومحمود متولي يتصابوا في نفس المباراه في بدايه الموسم في مباراه واحده الاصابات عايزه فتره طويله للعلاج يعني كنا بس ده السنه اللي فاتت خالص خلي بال حضرتك السنه اللي فاتت الموسم اللي فات تم دي كم اصابات لو فاكر كتير جدا السنه دي يبقى انا اساسي عندي ان انا عامل حسابي ان انا لعيبتي ما بصوص لها يعني اللعيبه دي كم اصابات بيبقى كتير ربما لان انا نادي الاهلي ربما في حاجات مش معروفه طب يعني حتى لو رجع يعني ان شاء الله خلاص بيجهزوا اللعيبه وبقوا موجودين في الملعب يعني بقى موجود مع ربيعه وسعد سمير لو رجعت القوى الضربه الدفاعيه بعوده ياسر ابراهيم ومحمود متولي هنبقى لسه في حاجه الى هذا التعاقد؟ انا شايف انه خاصه بقى في راس الحربه لا اساسي واعتقد لا كنت بتكلم عن خط الدفاع لا خط الدفاع انا شايف ان احنا محتاجين برضه وخلي بال حضرتك هتلاقي اللي موجودين اعلى مستوى بوجود لو جه مثلا يعني هنفترض اي اسم سين من الناس يعني وده لعيب مصري دولي وكذا وجابوا النادي الاهلي خلاص؟ انا مش متخيل سعد السمير هيبقى هادي قوي والدنيا وياسر ابراهيم ورامي حضرتك عايز ده للمنافسه ما هو لاعب وانا مش ضامن في ظل ان انا بلعب ثلاث بطولات بلعب ثلاث بطولات وثلاث بطولات مختلفين
وبحمل الزياده واوا والمسابقات طويله وزي ما احنا شايفين. لا طب وليه حضرتك مش عايز في اي فتره ومع اي ظروف قاسيه ممكن تواجه الفريق انه يبقى الاهلي عنده في الملعب في اي مركز لعيب مش سوبر؟ بالظبط. عايز كل اللاعبين يبقوا مميزين جدا اللي في الملعب. وهو ده المطلوب لانه الاهلي يعني ده الاهلي. فعشان ده الاهلي لا انا عندي ال11 قدامهم 22 بره على نفس المستوى. يعني حسين السيد ما شفناهوش. طيب النهارده علي معلول ادي اصابه هيلعب محمود وحيد. وكان عندنا اصابه محمد محمود من بعد التعاقد محمد مع محمود احنا شفناهوش. وياسر ابراهيم محمود متولي بعد التعاقد. انا بقول لحضرتك لا يبقى انا الصح ان انا دايما حاطط ايه بقى لعيب واثنين وثلاثه في اماكن لا عايزه زحمه. هتقول لي ده اهدار واصل انا بجيبهم وبركنهم. اكتشفنا انه كلهم لهم حاجة ولهم الوقت. يعني حتى لو جينا في وقت ده لعب مبارتين ثلاثة خلي بالك في المبارتين الثلاثة دول ممكن يكون ما عنديش ولا لعيب. الأهلي جه السنة اللي فاتت عليه أعتقد وقت ما كانش عنده حد في القلب الدفاع ده خالص وفي وسط الملعب. موضوع صعب يعني إنه إيه فجأة أنا عندي بطولتين شغال فيهم متوازين والاقي نفسي وفي لعيبه مش مقيده افريقيا. فلا يعني المساله محتاج يعني محمود وحيد انت هتبدا تشوفه او حسين السيد هتبدا تشوفه وبقى فتره ايه استفاد من الفتره اللي فاتت وهي دي بقى فايلر يعني انا مشاركاته في عدد من المباريات حتى بدا يكتسب ثقه الجمهور اطمن لمستواه حاجات كتير. محمود يعني. وحيد دخل منتخب مصر وهو مش موجود اساسي في النادي الاهلي. صحيح. يبقى هنا لا ده انا يعني المساله مختلفه خالص. وبعدين اذا كنت بتتكلم على صفقات انا شخصيا يعني شايف انه المركزين دول هم اللي محتاجين. الاهلي لا محتاج راس حرب اما لا محتاج حارس مرمى ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا الوسط حتى الدنيا يعني ظبطت بالراجل لا وديانج اليو ديانج يعني تقل كده مع بقى قفشه مع حسام عاشور مع عمرو السوليه مع كذا خلاص انت بتجيب احمد فتحي تنزله هنا يعني حمدي فتحي كمان لعيب وحمدي فتحي ومحمد محمود يعني لعيب مؤثر جدا في الملعب. فعشان كده بقول لحضرتك ايه لا انت عندك المركز الجناحات عندك يعني. طب راس الحربه يعني هل حضرتك بتتكلم عن مهاجم او فرود صريح مصري ولا غير مصري؟ لان بقينا بنتكلم انه معظم الفراوده اللي بنتعاقد معاها في الانديه الكبيره في مصر من خارج مصر وما بقاش عندنا نوعيه اللاعب اللي بنشوفه زي نجوم كبار شفناهم في الملاعب المصريه ايمن شوقي محمد رمضان ايمن منصور يعني سواء من الاهلي او من خارج الاهلي اللي هو ربع فرصه بتيجي جون. تمام. ما بقيناش بنشوف النوعيه دي من المهاجمين المصريين في مصر. يعني بص حضرتك اللي موجود حاليا او اللي تقدر تقول انه يعني مستقبل بتاع صلاح محسن ومصطفى محمد واحمد ياسر ريان. لكن خلي بال حضرتك صعب قوي الاعتماد الكامل على الثلاثي اساسيين في نادي زي الاهلي او الزمالك. ليه؟ لا عايز تقعد تسنده تسنده فتره عشان يكتسب خبره. مصطفى محمد احنا شفناه في البطوله الافريقيه برضه الناس كلها مبسوطه من مستواه وتشكر فيه كويس بشكل كبير. شفنا احمد ياسر ريان رائع اداء اكتر. شفنا رائع. صلاح محسن مصطفى محمد مباراتين بعد البطوله الافريقيه خلاص ممكن لو انت خدت بالك منه قبل البطوله الافريقيه ازاي خده المنتخب. طيب صلاح محسن احمد ياسر ريان احمد ياسر ريان لاعبين الجونه مباراتين مغلوبين المباراتين وانا احمد ياسر ريان ايه ده يعني عايز اقول انك لازم تسيبه. جمال عبد الحميد قعد في النادي الاهلي اربع او خمس سنين تقريبا او اربع سنين وبعدين لما راح الزمالك كان بدا يوصل كمان وكان في الاهلي هداف بس كان مع مين؟ كابتن خطيب ومحمد عباس وقصه ناس كتير. النهارده اما تيجي تجيب لعيب زي مصطفى محمد او زي صلاح محسن او هو مش بيلعب مع كامل احترامي يعني للجونه ولا الانبي ولا لا في ضغوط وفي فرق شديد. شفت محمد مصطفى محمد كان لايس ازاي وسط دفاع انبي عمل كوره عمل اتنين لكن مش هو بتاع البطوله. فعشان كده بقول لا الكلام اللي بيتقال دلوقتي عن بغداد بنجاح انه يجي الاهلي انا لا انا شفته في البطوله الافريقيه انا كنت شايف بلدوزر بيجري في الملعب
ولا وعارف وبيخلق، ده ما جابش جون بيخلق جون واثنين وثلاثة. انا بقول على نوعية دي، بس الكارثة والمصيبة ان الزمالك راح جاب اشرف بن شرقي لعيب كان داهية وكلنا شفناه قدام الاهلي والزمالك، ما اداش للزمالك حاجة لغاية دلوقتي. محمد أونجم انا كنت متابعه في الدوري المغربي، ما اداش للزمالك حاجة لغاية دلوقتي. اللعيب في مين؟ حميد احداد كان هداف الدوري الافريقي وكان هداف في المغرب وجي مع الزمالك ما جابش غير جونين. حضرتك عايز تقول ايه يعني ان التغير في مستواهم الاختيار إيه؟ لا الاختيار بقى وليد ازارو جه الاهلي كسر الدنيا، بقى له فتره صايم وبعيد عن المستوى وكذا كذا. في ايه اللي حاصل؟ لعيب في مين؟ يبقى انا لما اجيب لعيب اجيب زي ما الاهلي جاب فيليكس، زي ما جاب فلان، زي ما جاب، زي ما الاسماعيلي ساعات بيجيب لعيبه فاكر مش نجوم وبيتحول لنجم اوتاكا وغيره. يعني اقصد الاختيار مش بالضروره النادي الاهلي يتعاقد مع لاعب نجم. ممكن يتعاقد مع لاعب النادي الاهلي شايفه فنيا هيأدي مع فايلر ومع المجموعه دي بالزبط. ويعمل فرق حتى لو كان قبل الاهلي مش نجم. لا لا بالظبط، وده الاهلي عمله كتير. زمالك جاب ايمانويل بس بغداد بنجاح مش الحاله دي، بغداد بنجاح يعني نجم من نجوم كاس الامم الاخيره. بقول لك انا شفته وشايف بقى حد، لا كمان لعيب داهيه في الملعب. يعني يستحق بقى لما يتقال خمسه وسبعه وسته ورقم عالي. طيب حضرتك بتتمنى نادي الاهلي يتعاقد مع مهاجم سواء من مصر او من خارج مصر اقرب الى نوعيه اللاعب الدريبلر اللي بيمشي بالكوره اللي عنده مهارات وبيقدر يجيب اجوان اللي هو بيأدي دور المهاجم ولاعب الوسط المهاجم، ولا مش عايز اللاعب اللي بيمسك كوره اللي عندنا مجموعه كبيره جدا بتقدر تعمل ده دلوقتي، وعايز لاعب اللي هو بيلمس الكوره يدخلها جوه؟ عايز حسام حسن، عايز جمال عبد الحميد، عايز فليكس، عايز قناص، مش عايز لعيب بيلعب كوره على الارض. لا لا لا، لا محمد رمضان. انا عايز الساده المشاهدين يشوفوا اهداف محمد رمضان من على ال 18 بيجيب بدماغه من اي مكان في الملعب، بدماغه الكره بتروح للجون على طول. ايمن شوقي جايب جون في حسين السيد، شوطه عاملها لب بدماغه من فوق حسين السيد، ماتش 2-1. فعايز اقول انه الهداف هداف وباين، عشان كده بنقول الامل في صلاح وفي مصطفى محمد وفي احمد ياسر ريان امل كبير جدا. لكن انا ما احرقهمش بدري بدري، دي له فرصه السنه دي. انا مصطفى محمد ابدا احكم عليه السنه الجايه. صلاح محسن لعب السنه اللي فاتت وجاب اربع خمس اهداف وبتاع، لا مش هحكم عليه السنه الجايه. ايه الفرق بين المنتخبين؟ منتخبنا الاولمبي كسر الدنيا، الناس مبسوطه من المنتخب، نتائجه اداؤه كان اعلى من التوقعات اللي سبقت البطوله. على النقيض منتخبنا الوطني بعد اخفاق نهائيات كاس الامم الافريقيه للكبار في مصر فنيا لم نوفق، نجحنا تنظيميا واداريا وتسويقيا، توقعنا ان في نقله جديده مع تكليف جهاز جديد بقياده كابتن حسام البدري، المؤشرات الاوليه سيئه جدا فنيا، والتعادل مع فرق بكل الحسابات اقل من منتخبنا بالحسابات والنتائج والارقام. المقارنه حضرتك شايفها ازاي؟ مفيش روح. ده انا بتكلم عن منتخب الاول، مفيش روح، مفيش حماس، مفيش وقت اتعمل فيه شغل، ما اتعملش شغل خالص جهاز فني. اللعيبه عندهم حاله لا مبالاه، كان في مجاملات في الاختيارات كتير قوي، ما اختار 32 لعيب فالدنيا حصل الهيصة. عكس بقى المنتخب الاولمبي بقى له سنتين بيلعب مع بعضه، لعبوا مباريات كتير جدا. كابتن شوقي قعد يعني ذاكر الولاد دول كويس قبل ما يذاكر المنافسين، ربنا كرمه بجيل. خلي بال حضرتك ده بيبقى رزق، رزق للمدرب. كابتن حسن شحاته ربنا رزقه بجيل هو كمل لهم. كابتن جوهري ربنا كان رزقه بجيل هو كمل لهم وجاب منهم بقى هشام عبد الرسول، جاب طارق سليمان، جاب كذا جاب كذا. الكابتن حسام البدري الجيل اللي معاه لا ما يشيلش، ما يشيلش للاسف الشديد. واما نلعب قدام كينيا وبوتسوانا وجزر القمر وتحصل ده، طب انت هتروح السنغال ونيجيريا والكاميرون والجزائر هتعمل ايه؟ العكس تماما منتخب الاولمبي، ربنا رزق الكابتن شوقي غريب بجيل مميز جدا. انا يعني لو في قرار جريء قوي معرفش من مين، المنتخب الاولمبي النواه للمنتخب الاول مع دعم محمد صلاح، حط احمد فتحي كخبره، مش هيستمر كتير مع المنتخب لكن في الاخر احطه كخبره، احط محمد الشناوي الجون عشان لسه الاجوال، يعني احط 3 4 معاهم 5 حجازي تريزيجيه، احط سنتين بقى
اقعدوا بقى سنتين اعملوا بقى احتكاكات واعملوا كذا. لكن انا بصراحه شديده اللي الناس شافته، طيب هو الكابتن حسام هيعدل ايه في فتره التوقف اللي جايه في 3 في شهر 3 وفي شهر 6 هيعدل ايه؟ ايه اللي ممكن يعدله؟ وبعدين مع احترام الكامل في لعيبه دخلت في برضه من التسيب عشان تعرف انه جيل، يعني اللي حصل من لعيبه مش من لعيبه بيراميدز، من اداره بيراميدز عمرها ما حصلت في الكوره المصريه اللي حصل ده. انا لا، اللعيبه هيجي لك مع الاجنده، او انا جايبه من الدوري الروسي، ده انا ده لعيب من هنا ووقف. يعني عايز اقول ايه، كلها على بعضها متناقضات، الابيض والاسود، الناس مش متفائله، ما عندهاش تفاؤل، مش هيحصل طفره. حتى لو جه كابتن محمد صلاح، محمد صلاح يعني برضو كان معاه جيل النهارده اللي موجودين، لا ما يشيلوش. وشوف حضرتك رمضان صبحي فرق المنتخب. مين الجيل اللي كان مع محمد صلاح؟ لا يعني اللي قبل كده، اللي قبل كده بس ما وفقوش. لا ما وفقوش. احنا يعني احنا المشكله في كاس الامم الاخيره لم نوفق، ادائنا في النهائيات في كاس العالم صعدنا ولم نوفق. وكانت دايما الاشكاليه ان في مجموعه كبيره جدا، يعني في نجوم مؤثرين جدا زي صلاح وتريزيجيه ومجموعه اخرى من اللاعبين وحجازي طبعا وغيرهم، وفي برضو نفس الجدليه اللي كانت مثاره وحضرتك تابعت ده، ان كان في لاعبين وقت الاسمين اجاري وكوبر كتير من الناس كانت بتقول في لاعبين بره المنتخب لازم يبقوا في المنتخب، في لاعبين في المنتخب لا يستحقوا تمثيل مصر تمام. دوليا تمام. ونفس الاشكاليه مثاره عن الاختيارات الحاليه. لا الاختيارات الحاليه كوبر كان عامل ايه؟ راجل كان عنده طريقه تتفق عليها تختلف عليها، وصلتك كاس عالم، طلعتك تاني افريقيا بعد غياب. طيب اجيري لما جه اتيحت له الفرصه كامله، الراجل لم يستغلها حتى في كاس افريقيا اللي على ملعبنا وعندك شحن معنوي ودعم، ما استغلتهاش. اللي موجود دلوقتي الكابتن حسام لا قدامه وقت ولا رفاهيه الوقت مش متوفره، ولا رفاهيه الاختيارات اللي ايه اللعيبه مكسره الدنيا ومدغدغه الدنيا وعندي طفرات موجوده. طب انا بقول لحضرتك حسام، الكابتن حسام البدري هيجي في شهر 3 هيعتمد اعتماد يعني بنسبه 50% على المنتخب الاولمبي. خلاص؟ وهنا بقى القصه الاصعب، عندك في شهر 6 تعارض، هتاخدهم في الدوره الاولمبيه ولا هتاخدهم بقى في المباريات بتاع منتخب مصر؟ هتروح فين؟ ولا اللعيبه دي تلعب بعقدين، عقد منتخب مصر كبير وصغير، يروح للكابتن شوقي يقول له حاجه وروح لكذا. وخلي بال حضرتك دول ما يستحملوش لسه، يعني ما يستحملش حد. يعني هتلاقي رمضان صبحي، هتلاقي اللي هم 2-3 اللي ممكن، ما فيش غير رمضان هو اللي لعب فريق اول ومنتخب اول ولعب منتخب اولمبي. طب التانيين دول يستحملوا مش هيستحملوا؟ يعني حضرتك مع الراي اللي بيقول ان الناس اللي بتطالب او الاراء اللي بتطالب ان قوام منتخبنا الوطني الاول يبقى 70-80% من نجوم المنتخب الاولمبي اللي فاز بالبطوله ثابت، مع عدد قليل جدا من الاسماء من الفريق الاول، 3-4-5. بص يعني حضرتك هتلاقي مثلا محتاج محمد الشناوي اساسي، وخلي الاحتياطي بتاعه صبحي بقى، عمر رضوان، عمر صلاح، اي حد في الدفاع. هتلاقي احمد حجازي اساسي هتاخده، هتروح للباك اليمين هتلاقي احمد فتحي، هتلاقي محمد هاني، هتلاقي كذا في الوسط جنب اكرم، هتحتاج طارق حامد قدام اساسي محمد صلاح وتريزيجيه، هتلاقي نفسك بتدعمهم باربع خمس لعيبه. لما يظهر لك، ما انا مع كامل احترام اللعيبه، كوكا دخل المنتخب 95,000 مره، ما فيش، ما يعني خلاص، ما هتروح تجيب مين تاني؟ يعني هم اللعيبه هي اما يطلع بقى محمد محمود وحمدي فتحي وكذا وكذا ويرجع ويبقى يعني كامل جاهزيته. يعني دخل ده مش منتخب اولمبي، حمدي فتحي مش منتخب اولمبي، دخله يعني هتبدا يظهر لعيب كويس. او انما مع يعني انا ما ينفعش ابقى بنص عين هنا ونص عين هنا، لا هتفقد في المنتخب الاولمبي في الدوره الاولمبيه، يعني هتبقى رايح في سكه تانية، الامال والطموحات هتعلى قوي والسقف هيعلى، ولا قدر الله يبقى في صدمه لانك ما اديتوش حقه. وخلي بال حضرتك الفيفا دي شهر 3 وشهر 6 هتدي المنتخب لمين؟ للمنتخب الاولمبي ولا المنتخب الاول؟ انا لغايه دلوقتي مش هيحصل توافق، لانه ده عنده دوره وده عنده كذا. يبقى هي الاساس ان انا اوحد القصه ويبقى باخد دور، خاصه ان المنتخب الاولمبي محتاج 18 لعيب فقط في طوكيو، ف
فخلاص يبقى انا بحددهم له من دلوقتي وريحت واستعدت. في راي حضرتك احنا فين من المنافسه في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو؟ مستوانا ايه مقارنه بخريطه المستويات في نفس المرحله العمريه عالميا؟ والمرحله العمريه دي اعتقد انها يعني خيط رفيع جدا بينها وبين المنتخبات الاولى في العالم كله. احنا بنتكلم على لعيبه سنها لحد 23 سنه، ففيهم كفاءات كتير قوي موجوده مع منتخبات مع الفيرست تيم في دول كتير جدا. هتبقى مشكلتك الاعداد، بس الاعداد بس، لكن الفرقه هايله، عندهم حماس، عندهم كذا، عندهم كذا، اذا لم ما عاشوش الدور النجوم، ودي الكارثه انه يعيشوا دور النجوم. الفرقه دي فرقه ممكن تكون نوايا جيده جدا، وخاصه انه في زي ما حضرتك قلت البرازيل، لو لعبت البرازيل، البرازيل هيبقى مطعم بلعيب او اتنين، والباقي كله متاح زيك زيه في نفس المرحله ونفس يعني هتلاقي نادرا ما تلاقي ايه اللعيبه الكبار قوي. يعني انت لعبت الافارقه الاصعب من الفرق الثانيه، وممكن تبقى مجموعتك كمان ربنا يكرمك وتسهلك. نيجيريا راحت خدتها مستريحه وعملت نتائج عاليه، بس نيجيريا يعني بنتكلم عن نيجيريا وغانا، تاريخهم في بطولات الناشئين والشباب في افريقيا. أيوه. بل بطولات العالم، ده انا بصحح لنفسي. أيوه. كاس العالم يعني. أيوه. دايما مستواهم عالي جدا في المنافسه في المراحل العمريه. خدوا. ما بيعملوش ده مع الفريق الاول. جميل. بس انت ما كانش بيتوفر لك غير على طفرات 2001 فرقه الكابتن حسن شحاته اللي هي في عماد متعب واللي هو حسني عبد الرب وعمرو زكي. الجيل ده قدم مباراه ثلاث اجيال خلاص منهم الجيل ده. فانت عندك الجيل جالك اهو، استثمر الفرصه دي. انا لسه بقول لحضرتك الجيل رزق، رزق بجد مدرب يعني ربنا سبحانه وتعالى. طب حضرتك بتطلب ايه من المسؤولين عن الكره في مصر؟ اعداد اعداد مباريات قويه. مش هلعب بقى على دوري وهلعب على مش عارف ايه والعب على ايه، ولا احنا كلنا هاجمنا اللجنه الخمسيه انها وقفت، ولا اتحاد الكوره انه وقف الدوري عشان خاطر المنتخب الاولمبي. كل الناس هاجمته، اكتشفنا انه لا جيب نتيجه. انا بقى مع الكابتن جوهري لما وقف الدوري ووقف كذا ووقف كذا، انا مش طالب توقيف دوري ولا انما يتخلص دوريك في شهر 5 وسيب بقى اللعيبه دي منها للكابتن شوقي يعيش معاهم، يا اما ما نطلبش بقى المستحيل. لان انا خايف من شوقي غريب نفسه انه خلاص السقف احنا وصلنا البتاع، ودي لو وصلت للعيبه ان انا عملت اللي عليا خلاص وصلت الاولمبياد، لا الموضوع مختلف. فهنا الحلم يبقى عالي قوي، فكره ان انا حاصل على ميداليه اولمبيه يا ده موضوع. وبعدين لازم يتحمسوا ولازم يبقى في اعداد كويس، تعمل برنامج اعداد كويس يعني يعوض كتير، يرجعهم للحاله اللي كانوا عليها. وهتبقى بقى المجموعه بنت معاك. انت معاك مين؟ انت لو معاك فرنسا، يعني انا يعني بتخيل دلوقتي لو معاك فرنسا ال يعني الاعجاز ان انا ما اكسبهاش، لا اكسبها ومستريح كمان. بس هي الفكره انا رايح ازاي؟ زي جيل كابتن حسن شحاته في الكبار بالظبط. ما كانش في سقف للطموح. الناس بتقول ما تاهلناش لنهائيات كاس العالم، بس لما واجهنا ايطاليا بطل العالم كسبنا منتخب ايطاليا ولعبنا ماتش من امتع المباريات في تاريخنا كله مع البرازيل. وكنا ند في اغلب فترات المباراه، والناس فاكره المباراه دي ومن المباريات اللي بيسعد بيها الجمهور المصري لما بيفتكرها. كابتن جوهري في قبل كاس العالم راح لعب اسكتلندا في اسكتلندا 3-1. جي لاعب البرازيل اللي بتاع انجلترا هنا اتغلبنا 4-0. قبل المباراه الثانيه كانت 2-1. عايز اقول لك لعب رومانيا كان فيها هاجي وفيها كذا وفيها كان نجوم، اتغلب 4-0 هنا وفي ارضهم 3-0. لعب 35 مباراه كسبان فرق تقيله قوي. خلاص المساله انت كسرت القصه دي، حاجز الخوف. بالظبط. للأسف وقتنا انتهى، لكن إن شاء الله نكون موفقين في استثمار الفرصة أو الجيل اللي حضرتك قلت أنه فرصة جيدة جدا يجب استغلالها بالشكل الأمثل. وبشكر حضرتك على وجودك معانا، شرفتنا. شكرا جزيلا لك الناقد الرياضي الكبير الأستاذ صلاح دندش. شكرا. أنا سعيد بيك وتشرفت بوجودي مع حضرتك وفي القناة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لحضراتكم. نهاية هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة. شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.